مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر النهارده. النهارده 26/7/2010. قبل ما اقول لحضراتكم عندنا ايه، عايز اقول لحضراتكم على ظاهرتين. الظاهره الاولى فيها اعتراف ان واحد من الذين يشاركون في ارتكاب جريمه في حق هذا الوطن، جريمه حقيقيه في حق هذا الوطن. انا الاسبوع اللي فات كنت في بلدي في محافظتي في الدقهليه بدعوه كريمه للمشاركه في احتفاليات وتكريم خاص بعشرين سنه على مهرجان القراءه للجميع. كنت في قصر ثقافه الدقهليه. طبعا مش هتكلم على جمال المنصوره والتطور اللي حصل فيها. المنصوره بقت شيء يفرح، وبقت كل المحلات موجوده هناك، وبقت حاسس ان في حاجه بجد، يعني البلد بقت تفرح، بس احنا ما نعرفش حاجه برضه. وانا متاكد ان هلاقي ده في طنطا، وهلاقي ده في اقصد محافظه الغربيه طبعا، وهنلاقي محافظات كتير فيها حاجات، بس برضو ده مش المهم. مش المهم بس المكان او جهود الساده المحافظين اللي بيبذلوا جهد او بينجحوا او بيتساووا باللي ما بينجحوش. انا رحت شفت قصر ثقافه من اجمل ما رايت. قصر ثقافه المنصوره حاجه تفرح، برضو بناء مش مهم. اللي جوه البناء ده ايه؟ قدموا اوبريت، كان في ناس بتمثل بجد، ناس عندها طاقات ومواهب، وناس غنت. والواحد لما سمع الغنى اتخض، اصوات بديعه، طفله قد كده، صوت نازل من السماء، من السماء، صوت جميل جمال. كل اللي قاعدين كان السيد المحافظ سمير سلام، وكان جنبه الدكتور احمد مجاهد رئيس هيئه اصول الثقافه. فلاحظوا ان احنا مندهشين قوي. فالدكتور احمد مجاهد قال لي: ايه عجباك البنت؟ قلت له: ده ايه الصوت ده؟ فين دي؟ قال لي: لا ده مصر مليانه، ده انا عندي في اصول الثقافه اولاد صغيره لو سمعت اصواتهم هتندهش ان في مصر اصوات زي دي. قلت له: طب فين؟ اكتشفت ان احنا قافلين عينينا وقاعدين نحرس في بعض ونقطع في بعض في القاهرة، وكأن مصر اختصرت في القاهرة. تمشي في شوارع المنصورة الناس رايقة، في مشاكل وفي أزمات في كل حاجة، بس الحياة عدينا وإحنا جايين على القرى، شكل القرى والنور والناس اللي بتنام بدري وتصحى عشان تروح شغلها، واخدين الحياة بجد. تقعد مع الناس تلاقي أفكار مختلفة. هو إحنا ليه زنقين نفسنا هنا؟ هو إحنا ليه مش شايفين غير القاهرة؟ ولما نتشملل تشوفونا في اسكندرية مثلا، كلها الحاجات، العاصمة، المدن المركزية اللي فيها كل حاجة. فين مصر؟ فين ملايين البشر دول؟ طبعا يوم الخميس ان شاء الله اتفقت مع الدكتور احمد بجاد، وجايبين لكم الاصوات دي تسمعوها، تشوفوا جايبين من كل محافظة واحد، يعني منقيين اربع محافظات وجايبين من كل محافظة عيل او عيلة، نجم او نجمة. يعني مش عايز اكشف سر، وهو بيقول لي ان شركة سين بتاع الغناء اللي عندها قنوات وبتاخد فنانيننا هي اللي راحت له قالت له: ما تديني العيال دول واعمل بهم مسابقة مقابل اللبس، يعني هيلبسوهم كأننا عراة مثلا مش عارفين نلبسهم، عيال عايزين ياخدوهم ويحتكروهم ويمضوا اهاليهم ويبقوا بتوعهم ويطلعوهم او ينزلوهم او يخفوهم مش مهم، واحنا نايمين قاعدين نتخانق هنا في الحمار والبردعة والحنطور، وداخلين في كلام ما يعلم به الا ربنا. واللي بيغنوا بجد والمواهب بجد، البلد دي قاعده تطلع ناس. عندنا ناس بتفكر، وعندنا ناس بتخترع، وعندنا ناس بتكتب، وعندنا ناس بتشعر، وعندنا ناس كتير في محافظات مصر، بس احنا للاسف مرتاحين ومأنتخين وقاعدين هنا بنتدلع، وقاعدين نبص حوالينا ونجيب من اللي حوالينا. ليه ما ندورش على محافظات مصر ونبص على اللؤلؤ المدفون ده واللؤلؤ المكنون ونقدمه، نفرحكم شويه ونطمنكم على حال مصر. حال مصر فيها قوه خفيه في محافظاتها، مش في القاهره ولا في تظاهراتها ولا في مشاكل ضيقه حاصرين نفسنا فيها وقاعدين نلت ونعجن ونلكلك فيها طول الوقت. اما الموضوع التاني اللي عايز اتكلم معاه فيكم، وهو موضوع كاميليا. احنا هنا، وانا واحد من الناس المؤمنين بفكرة المواطنة، المواطن مصري مسلم او مسيحي، مفيش حاجة الديانة دي بتاعت ربنا، او يهودي، طالما مصري فهو مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.
إذا كل يوم بنقرأ في الجرائد اختفاء بنت مصرية، سيدة مصرية، خناقة، نيلة، أي حاجة في الدنيا بتحصل. أنا ليه قلت مسلمة رغم أن أنا أقول مصرية؟ لأن في بعض الإخوة المسيحيين بتصرف غلط، هو اللي بيفرط في فكرة المواطنة ويريد التمييز. كلكم متابعين وقعت السيدة كاميليا حرم الكاهن التي اختفت، واختفت وسكتت، مصر ولعت، وأخوة بعض الأقباط خرجوا في مظاهرات وبدأ الهجوم على الدولة والتهديد والوعيد، وكأن المسألة كاميليا اتخطفت، وأكيد المسلمين اللي خطفوها. ليه يا جماعة الخطاب ده؟ ليه نصل إلى هذه الحالة؟ ليه الكاهن اللي عارف إن بينه وبين مراته مشاكل وهي قالت له قبل كده، وراحت خدت أجازة من مدرستها من عملها وراحت قعدت عند واحدة صاحبتها، ليه لما شفتوا الدنيا بتولع ما حدش يتكلم؟ ليه ما حدش طلع قال احنا اسفين؟ لا يجب هذا الخلط طول الوقت. ايه فكرة الخروج على الوطن وعلى المواطنة وان احنا لوحدينا؟ اللي يتنسي مننا هتشوفوا مننا الويل، انتوا مين؟ انتوا مصريين، احنا في مصر وانتوا زينا زيكم، انتوا اللي بتعملوا تمييز هذه القلة او الفئة اللي عملت ده، وده بيتكرر كل مرة يختفي فيها واحد أو واحدة. عايزين نجيب اللي اختفوا من المسلمين والأقباط ونقعد نعد من هنا، فلا تخيلوا أن كل حد يختفي من المسلمين نقول مسيحي، وأي حد يختفي من المسيحيين نقول مسلم. فين العقلاء؟ فين الناس اللي بتتكلم؟ النهاردة في خناقة على بناء وكنيسة يخضع لقانون، القانون مش عاجبنا نتكلم في القانون كمواطنين، تبقى مظاهرات واصبروا لها تشوفونا، ويا فلان قول لابوك، ويا محمد كلم أخوك ان هناخد حقنا. هو في ايه؟ هي ليه البلد بتتقسم؟ احنا كنا طول الوقت بنحارب الافكار المتطرفة اللي بتفرق ما بين مسلم ومسيحي، لكن ما يحدث سيؤدي الى نتائج سيئة لا نتمنى ان نصل اليها. نحن نتحرك من ارضية المواطنة طول الوقت، واللي مش فاهم لازم يفهم، لان المسألة مش فتوانة، مش مسألة، مش استقواء، مسألة مواطنة. هذا موضوع مؤسف ومحزن. العقلاء المصريين الذين يدينون بالديانة المسيحية التي لها كل احترام يجب أن يعلوا صوتهم، وشوية شوية البلد بلدنا كلنا، محدش هياخدها ويجري. عندنا النهاردة عندنا حلقة خاصة.